أسرار جديدة في قضية مقتل المصرية مريم مجدي في سويسرا، بعد ما سافرت هناك علشان تعيد ابنتيها من زوجها السويسري الجنسية. محمد خليل رئيس النادي المصري في سويسرا قال في تصريحات لبرنامج تفاعلكم على العربية إن في كتير من المعلومات المتداولة والمغلوطة في وسائل الإعلام المختلفة، أولها عدم تدخل السفارة المصرية كما يشاع، وأكد أن السفارة تواجدت منذ البداية وتدخل السفير والقنصل المصري بسويسرا، لكن السفارة لن تستطيع الإدلاء بمعلومات مؤكدة إلا بعد انتهاء الطب الشرعي من مهمته. رئيس النادي المصري في سويسرا وضح ان مريم حاولت لمدة شهرين تحصل على موافقة لرؤية طفلتيها، وتم التنسيق مع احدى المنظمات الانسانية علشان تقدر تشوف اطفالها 3 مرات في الاسبوع، لكن فجأة وبعد 12 يوم من وصولها اختفت مريم تماما، هاتفها اغلق لحد ما وجدوا جثتها في النهر يوم الجمعة الماضية. خليل اكد انه تم القاء القبض على شخص مشتبه به، وفي جريدة سويسرية قالت ان شخص متفق مع زوجها، واضاف كمان ان الزوج سويسري الاصل والجنسية ويحمل الجنسية المصرية لان جدته مصرية ويتحدث ايضا اللغه العربيه. رئيس النادي المصري بسويسرا قال ان الزوج متشدد وكان بيمنعها من التعامل او التواصل عبر اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما قالته اسرتها، وتابع ان تحقيقات الشرطه مستمره وان طفلتين مع الحكومه السويسريه لحد ما تنتهي اجراءات القضيه.